واحد بيقول كيف نعرف الحروب الشيطانية، هل هي ازاي نميز الحروب الشيطانية من الحروب الداخلية التي من الذات ونفرق بينها؟ الحروب الشيطانية يبقى افكار الخطية بتضغط عليك وانت رافضها رفض كامل وغير قابل ليها، وبتصلي ان ربنا ينجيك منها. والحروب الداخلية يجي لك افكار الخطية وانت مبسوط منها وماشي معها والحكاية سالكة.